السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم على الفاتي اسيد سينثيسيس والفاتي اسيد اوكسيديشن. هنتكلم عليهم كمقارنة. اول حاجة التايم اللي بيحصل فيه كل باسوي. الفاتي اسيد سينثيسيس بيحصل في الويل فيد ستيت او انا هاي انرجي. الفاتي اسيد اوكسيديشن بيحصل في فاستنج ستيت او ماسل اكسرسايز او دايابيتس ميليتس تايب 1. الفاتي اسيد سينثيسيس بيحصل فين البليس بتاعه؟ بيحصل في الليفر، الماماري جلاند، ادرينال مظله، اديبوس تيشو، وممكن يحصل في البرين عشان يصنع سيل من برين. الفاتي اسيد اوكسيديشن بيحصل في الليفر، في الكيدني، في المصل، الحاجات اللي محتاجه هاي انرجي. انا بعمل فاتي اسيد اوكسيديشن عشان اطلع هاي انرجي واعمل واصنع جلوكوز واعمل جلوكونيوجينيسيس. الفاتي اسيد سينثيسيس السبستريت بتاعي اسيتايل كو اي. الفاتي اسيد اوكسيديشن السبستريت بتاعي فاتي اسيد. الفاتي اسيد سينثيسيس الخطوات بتاعتها، اول خطوه عندي ان انا بعمل ترانسلوكيشن للفاتي اسيد للاسيتايل كو اي سوري من الميتوكوندريا للسيتوبلازم. اعمل له ترانسلوكيشن وبعدين اعمل له اكتيفيشن وبعدين ادخله الباسوي. اما الفاتي اسيد اوكسيديشن الخطوات بتاعتي، اول خطوه هعمل اكتيفيشن للفاتي اسيد، تاني خطوه اعمل ترانسلوكيشن للفاتي اسيد للميتوكوندريا، وبعدين اعمل بيتا اوكسيديشن. اول خطوه في الفاتي اسيد سينثيسيس قلنا ان احنا هنعمل ترانسلوكيشن للاسيتايل كو اي من الميتوكوندريا للسيتوبلازم. طيب ده هيحتاج شاطل، الشاطل بتاعتي اسمها ستريت شاطل. هنجيب البيروفيك وندخله من بيروفيك، وعن طريق البيروفيك دي كاربوكسيليز ان كومبلكس هجيب اسيتايل كو اي انسايد الميتوكوندريا، او احول بالبيروفيك كاربوكسيليز احول الاوكسالو اسيتيك. انا هحتاج الاثنين علشان احول الاوكسالو اسيتيك للستريت عن طريق ستريت سينثيز وفي وجود الاسيتايل كو اي، وخرجت كو اي اس اتش زائد هيت لوس. الستريت اعرف اخرجه من الميتوكوندريا للسيتوبلازم عن طريق تراي كاربوكسيليك اسيد ترانسبورتر، هو ده اللي ليه ترانسبورتر على الميتوكوندريال ميمبرين. الستريت في السيتوبلازم بقى اقوم مكسرات يعني الاوكسالو اسيتيك واسيتايل كو اي عن طريق ستريت لايز، بس انا هحتاج هنا اي تي بي لان كان في هيت لوس في الستريت سينثيز، فانا في الميتوكوندريا لكن انا في السيتوبلازم. لما اجي اكسر الستريت هحتاج اي تي بي واخرجها اي دي بي بلس فوسفيت، وطبعا احتاجت الكو اي اس اتش وخرجت اوكسالو اسيتيك واسيتايل كو اي. طيب الاوكسالو اسيتيك لو انا في الليفر هيرجع تاني للميتوكوندريا، لكن لو انا في الاديبوز تيشو هشتغل عليه ازاي؟ هحوله الاول للماليت عن طريق الماليت دي هيدروجينيز انزيم. الماليت هحوله بقى في الاديبوز تيشو زي ما قلت للبايروفيك عن طريق المالك انزيم. المالك انزيم ده موجود في الاديبوز تيشو بس، واقوم وحوله للبيروبيك باستخدام مين؟ ناد بي. انا استخدمت ناد بي، حولتها للناد بي اتش بلس بروتون. الماليت اصلا كان عندي 4 كربون، جبت منه بيروبيك 3 كربون، يعني انا عملت خرجت ايه؟ خرجت سي او 2 وخرجت اتشات، يعني انا عملت ايه؟ اوكسيديتيف دي كاربوكسيليشن. اوكسيديتيف اللي انا استخدمت ناد بي حولتها للناد بي اتش بلس بروتون، دي كاربوكسيليشن اللي انا خرجت سي او 2. ده لو انا في الاديبوز تيشو، لكن لو انا في ليفر انا هعمل له ري انتر الميتوكوندريا تاني. طيب انا عملت له عملت اكتيفيشن الاسيتايل كو اي، عملت له سوري عملت له ترانسلوكيشن، وبعدين هعمل له اكتيفيشن عشان امشي عادي خطوات التصنيع بتاعتي. طيب لو انا بقى فاتي اسيد وبعمل فاتي اسيد اوكسيديشن، احنا قلنا اول خطوه اللي انا هعمل له اكتيفيشن والتاني خطوه اعمل له ترانسلوكيشن، الخطوتين بيحصلوا على الميتوكوندريال ميمبرين. بس على حسب، اول حاجه اللي هو الاكتيفيشن، الاكتيفيشن ده بيحصل على الاوتر ميتوكوندريال ميمبرين عن طريق انزيم اسايل كو اي سنسيتيز.
الانزيم ده موجود على اوتر ميتوكوندريال ميمبرين، بيحول الفاتي اسيد لاسايل كو اي او فاتي اسايل كو اي. اسايل كو اي سنسيتيز بيستخدم اي تي بي ويحولها ل اي ام بي زائد بايروفوسفيت. انا استخدمت هنا 2 طاقه يعني طاقتين، ودخلت كو اي اس اتش وخرجت ووتر عشان انا عايزه احوله لاسايل كو اي. ده على الاوتر ميتوكوندريال ميمبرين. الانزيم ده irreversible انزيم. ليه؟ انا خرجت اي ام، احتجت اي تي بي وخرجتها اي ام بي، يعني كان في انا احتجت طاقه، يعني هو irreversible انزيم. تاني خطوه قلناها ان هو اكتيفيشن. طب ازاي اعمل له اكتيفيشن؟ اللي انا ادخله ترانسلوكيشن، سوري ترانسلوكيشن، اللي انا ادخله الميتوكوندريا عن طريق الكارنيتين شاتل. على الاوتر ميتوكوندريال ميمبرين في انزيم اسمه كارنيتين اسايل ترانسفيريز 1. كارنيتين اسايل ترانسفيريز 1 ده بيدخل بياخد الاسايل كو اي ويخرج الكو اي اس اتش مع الكارنيتين. يعني هو بيدخل الاسايل كو اي مع الكارنيتين ويخرج الكو اي اس اتش جوه. بقى ما بين الانر والاوتر ميتوكوندريال ميمبرين بيحصل ايه؟ الاسايل كارنيتين يخش على الانر ميتوكوندريال ميمبرين، هيلاقي انزيم اسمه كارنيتين اسايل ترانسفيريز 2، هيعمل ايه؟ هياخد الاسايل، هيدخل الاسايل كارنيتين، هيكسر او يستخدم كو اي اس اتش ويخرج اسايل كو اي، ده يدخله الماتريكس بتاع الميتوكوندريا ويخرج تاني الكارنيتين عشان نعمل الشاطئ مرة تانية. يبقى انا على الاوتر ميتوكوندريا ميمبرين كان عندي كارنيتين اسايل ترانسفيريز 1، على الانر ميتوكوندريا ميمبرين كان عندي كارنيتين اسايل ترانسفيريز 2. وكده انا دخلت الفاتي اسايل كو اي الماتريكس عشان اشتغل عليه واكمل السايكل الباسوي بتاعي. طيب نرجع للفاتي اسيد سينثيسيس. قلنا الاسيتايل كو اي لازم تاني خطوه نعمل له اكتيفيشن عن طريق اسيتايل كو اي كاربوكسيليز انزيم، حولته لمالونايل كو اي. الاسيتايل كو اي كاربوكسيليز انزيم ده احتاج اي تي بي وحركتها اي دي بي بلس فوسفيت في وجود المغنيسيوم، واستخدمت بايوتين الكارير لثاني اكسيد الكربون او كربون مونوكسيد سي او 2 علشان نخرج مالونايل كوين. ده الاكتف فورم بتاع استايل كوين عشان اعرف استخدمه في الباس واي. انا هنا استخدمت اي تي بي واحده خرجتها اي دي بي بلس فوسفيت. مالونايل كوين بقى هستخدمه مع واجيب اسيتايل كوين تاني واقوم مدخلاه المصنع بتاعي علشان اعرف اصنع الفاتي اسيد. الفاتي اسيد ده بيتصنع في مصنع، المصنع بتاعي اسمه فاتي اسيد سينثيز مالتي كومبلكس مالتي انزيم كومبلكس. هو عباره عن 2 سب يونت، ايتش سب يونت فيها 7 كاتاليتيك انزيم. اول سب يونت فيها سيستاين، الاند تيرن بتاعها سيستاين فيها اس اتش سيستاين، والتاني سب يونت فيها اس اتش ماسكه في البانتوستانيك او الاي سي بي. الاسيتايل كو اي هنمسكه في الاس اتش بتاعت السيستاين، والمالونايل كو اي هنمسكه في الاس اتش بتاعت الاي سي بي. هنشتغل عليها ازاي بقى يركب الاثنين دول على التو سب يونت بانزيم اسمه اسيتايل مالونايل ترانس سايكليز انزيم. فانا دلوقتي ما عندي الاسيتايل ماسك في الاس اتش والمالونايل بتاع السيستاين، والمالونايل ماسك في الاس اتش بتاعت الاي سي بي. بعد كده هنشتغل السايكل بتاعتي عادي. هقوم محولاه، انا دخلت المالونايل بتلاتة كربون وانا الفاتي اسيد بتاعي اود نمبر. طب انا عايز اشيل الكربون الزيادة دي عشان احصل على اود نمبر، هشيل في الخطوة اللي جاية اللي هو تلاتة كيتو اسايل سينثيز، هخرج السي او 2
وانا كده عندي الاس اتش بتاع 90 نقل بقت فاضية، ونقلت الاسيتايل كو اي على جنب المالونايل اللي هو مكان المالونايل جنبها في الاي سي بي، بس بعد ما شلت الكربونة فبقى عندي دلوقتي 4 كربون موجودين على الاي سي بي الاس اتش بتاعت الاي سي بي. بعد كده خطواتي بقى ايه؟ ريدكشن، شيل ميه ريدكشن. بس في الباس واي ده انا استخدمت فيه الناد بي اتش 3 كيتو اسايل ريدكتيز، وبعدين الدي هيدراتيز، وبعدين الانايل ريدكتيز. اخر خطوه بعد بعمل ريبيتد سايكل، اول واحد بطلعها هو البالميتك اللي هو 16 كارب. انا بعمل السايكل دي كام مره؟ 6 مرات كمان، ريبيتد 6 سايكلز علشان احصل على البالميتك. عايز اخرج بقى البالميتك من المصنع ده عشان يبقى فاتي اسيد واعرف اعمل له الانجيشن بعد كده عن طريق انزيم السايو استريز انزيم. السايو استريز انزيم ده بيخرج البالميتك، يعني يخرج البالميتك من المصنع عشان يعرف يكمل الشغل بتاعه، بس هو عشان يخرجه احتاج ميه. الانزيم ده اسمه سايو استريز عشان خاطر يبقى فيه سايو كتير بعد كده. او ده الانزيم اسمه سايو استريز، استخدم ميه عشان يخرج الفاتي اسيد من المصنع بتاعه. طيب قبل ما نخش على فاتي اكسيديشن، في اللي هو نحسب ال اي تي بي. احنا قلنا هنا اول خطوه عندي كانت الاكتيفيشن، انا استخدمت اي تي بي واحده، وبعدين ادي اول واحده مش هطلع اي تي بي من ما فيش اي تي بي بتطلع من النات بي اتش بلس بروتون. بس انا استخدمت ذا الاوفر اول رياكشن بتاع الفاتي اسيد سينثيز. هنجمع بقى اللي احنا قلناه كله، اللي انا احتاجت 1 اسيتايل كو اي و7 مالونايل كو اي و14 نات بي اتش بلس بروتون. خرجتهم ايه؟ خرجت 1 بالميتك، 7 سي او 2، 6 ووتر. ليه 6 ووتر ما قلناش 7؟ علشان انا احتاجت واحده في السايو استريز انزيم، وخرجت 8 كو اي اس اتش و14 واحتاجت كو اي اس اتش و14 نات بي. او اللي انا استخدمت 7 اي تي بي مع 8 اسيتايل كو اي و14 نات بي اتش بلس بروتين عشان اخرج 1 بالميتك. نتكلم على الفاتي اسيد اوكسيديشن. قلنا اول خطوه ان انا اعمل له اكتيفيشن، وبعدين ترانسلوكيشن للميتوكوندريا، وبعدين اشتغل عليه. الفاتي اسايل كو اي بقى خطواتي ايه؟ اوكسيديشن، حط ميه اوكسيديشن. بس في خطوات في الاوكسيديشن، اول خطوه في الاوكسيديشن هستخدم فاد واحولها لفاد اتش 2، وبعدين هحط ميه، استخدمت ميه بالهيدراتيز. واعمل تاني خطوه اوكسيديشن عن طريق بيتا هيدروكسي اسايل كو اي دي هيدروجينيز. هنا استخدمت معاه ناد مش فايد، استخدمت ناد وحولتها لناد اتش بلس بروتون. اخر خطوه في الاوكسيديشن بيتا كيتو اسايل كو اي، حولتها لاسايل كو اي، وادي اول اسايل كو اي خرجت، ادي اول 2 كربون اسيتايل كو اي سوري، عن طريق انزيم اسمه سايو ليز، عن طريق انزيم اسمه سايو ليز. ودي تاني سايو اخدناها، اول سايو كانت سايو استريز، خرجت بيها البالميتك من المصنع باستخدام الوتر. تاني سايو عندنا اللي هي هخرج بيها الاسيتايل كو اي، اول كربونتين هيخرجوا من الاكسيديشن من البالميتك مثلا اكسيديشن عن طريق سايو ليز، بس استخدمت معاه كو اي اس اتش وخرجت مين؟ اسيتايل كو اي. طيب تالت سايو عندنا، احنا قلنا اللي بيأكتف الفاتي اسيد للفاتي اسايل كو اي اسمه اسايل كو اي سنسيتيز انزيم، الاسم التاني ليه اسمه سايو كاينيز.
طيب ده لو انا هعمل لونج تشين فاتي اسيد اوكسيديشن. طب لو هعمل شورت تشين فاتي اسيد اوكسيديشن، الشورت والميديان تشين فاتي اسيد اوكسيديشن بيحصل لهم اكتيفيشن انسايد الميتوكوندريا عن طريق انزيم اسمه جي تي بي ديبندنت سايكاينيز. الانزيم ده مش بيستخدم اي تي بي زي السايكاين زي السايكاينيز اللي على الاوتر ميتوكوندريال ميمبرين، لا ده بيعتمد على الجي تي بي. تمام، يبقى خطواتي اللي انا ايه عملت اكتيفيشن بعدين اوكسيديشن، حط ميه اوكسيديشن. تعالوا نحسب بقى الطاقه الانرجيتكس اوف فاتي اسيد اوكسيديشن. لو انا بشتغل مثلا بعمل اوكسيديشن للبالميتك اسيد 16 كربون، فانا هطلع كام اسيتايلكو ايه؟ هطلع 8 اسيتايلكو ايه اللي هو 16 على 2. الثمانية أسيتايل كو إيه دول هيخشوا الكريبس سايكل يدوني طاقة. هحسب الطاقة بقى اللي هتطلع من كل واحدة منهم بمجموعهم، يبقى يديني 96 اي تي بي. عدد السايكل اللي أنا عملتها للبالميتك علشان أعمل لي كومبليت أوكسيديشن هي 7 سايكل. 7 في والسايكل الواحدة بتخرج كام اي تي بي؟ احنا قلنا في الأوكسيديشن الأولى بتطلع فيها اتش 2 يبقى ادي 2 اي تي بي. الاكسديشن التانية بتطلع فاد اتش بلس بروتون يبقى 3 اي تي بي. يبقى مجموع الاي تي بي في السايكل الواحدة 5، يبقى انا في السايكل الواحدة بطلع 5 وانا عملت 7 سايكل، يبقى 5 × 7 = 35. مجموع الاي تي بي هو 131. بس ثواني، انا في اول خطوة حولت الاي تي بي لاي ام بي بلس بايروفوسفيت، يعني استخدمت هنا 2 طاقة، احتجت 2 فاطرحهم يطلع 129. دلوقتي هنتكلم على الريسيبريكال ريجوليشن بتاع الفاتي اسيد سينثيسيس والفاتي اسيد اوكسيديشن. الفاتي اسيد سينثيسيس ريجوليشن بتاعته عنده شورت تيرم ريجوليشن ولونج تيرم ريجوليشن وكوفيننت موديفيكيشن. الشورت تيرم ريجوليشن اهم حاجه فيها ان هي الستيريك، الستيريك بيبقى اكتيفيتد باي ستريت. الستريت لما يزيد الستريت كونسنتريشن بيعمل شاطل للاسيتايل كو اي للسيتوبلازم، وبيعمل ستيميليشن للاسيتايل كو اي ذات نفسه ان هو يبقى اكتيفيشن للكاربوكسيليز انزيم. وهيعمل في نفس الوقت ان لما يزيد الاي تي بي والاسيتايل كو اي هيعمل انهيبيشن للبي دي اتش كومبلكس اللي هو موجود في الجلايكوليسيس اند فوسفوفركتوكايناز 1، فهيعمل انهيبيشن للجلوكوز اكسيديشن في جلايكوليسيس اند كريبس سايكل. طيب تاني حاجه في الاسيتايل كو اي بقى بينهبت الستيريكالي ازاي؟ عن طريق زياده الكونسنتريشن بتاعه اللونج اسايل كو اي. يعني لما يزيد اللونج اسايل كو اي هيعمل له انهيبيشن، لما يزيد الستريت هيعمل له اكتيفيشن. كوفالنتلي اهم حاجه في الكوفالنت موديفيكيشن ان هو طبعا في الويلفيد ستيت لما يزيد الانسولين هيقل السايكليك اي ام بي، فيعمل انهيبيشن للسايكليك اي ام بي بروتين كاينيز، فيعمل له ستيميوليشن دي فوسفوريليشن، فيعمل له ستيميوليشن انهيبيتد بقى باي جلوكاجون والكاتيكولامين. طب ازاي بقى؟ عن طريق الفوسفوريليشن فيعمل له انهيبيشن، بس اكوردنج لايه؟ لو انا في ستارفيشن ولا انا فلو انرجي. لو انا في ستارفيشن فالسايكليك اي ام بي هيزيد، فيعمل ستيميوليشن للسايكليك اي ام بي بروتين كاينيز، فيعمل فوسفوريليشن فيعمل له انهيبيشن. لكن لو انا فلو انرجي مش سايكليك اي ام بي هو اللي هيشتغل، ده اي ام بي بروتين كاينيز هو اللي هيشتغل. الاي ام بي لما يزيد انا فلو انرجي، يعني انا عندي لو اي تي بي وعندي هاي اي ام بي. لما يزيد هيعمل ستيميليشن للاي ام بي ديبندنت بروتين كاينيز، هيعمل فوسفوريليشن وبرده يعمل له انهيبيشن، ينهبت الاسيتايل كو اي كاربوكسيليز انزيم. انا بعمل ريجوليشن للريت ليميتنج انزيم اللي هو مين عندي بالفاتي اسيد سينثيسيس؟ الاسيتايل كو اي كاربوكسيليز انزيم. دي كانت اهم حاجه في الكوفيلنت موديفيكيشن الستيريك ريجوليشن. برضو في بوينت في اللونج تيرم ريجوليشن ان هو طبعا الجين ريجوليشن لما يزيد الانسولين جلوكاجون ليفل هيعمل اندكشن للجين. في ديورنج اللاكتيشن احنا قلنا ان هو بيحصل في الماماري جلاند، في اللاكتيتنج الماماري جلاند، ان زياده البرولاكتين هرمون بيعمل اندكشن للجين ده بتاع الفاتي اسيد سينثيسيس علشان يعمل له يبقى ستيميوليشن.
دي كانت اهم حاجه في الريجوليشن بتاعت الفاتي اسيد سينثيسيس. الريجوليشن بتاعت الفاتي اسيد اوكسيديشن احنا قلنا ان هما ريسيبروكال ريجوليشن. ازاي؟ لو انا فلو في هاي انسولين جلوكازون ليفل فانا هعمل له ستيميليشن للاسيتايل كو اي كاربوكسيليز انزيم باي دي فوسفوريليشن، فهزود الفورميشن بتاع المالونايل كو اي علشان يصنع فاتي اسيد سينثيسيس. في نفس الوقت المالونايل كو اي بيعمل الستيريك انهيبيشن للكارنيتين اسايل ترانسفيريز 1 علشان يعمل سويتش اوف للفاتي اسيد اوكسيديشن. فالمالونايل كو اي عمل الستيريك انهيبيشن لكارنيتين اسايل ترانسفيريز 1. نقص لو انا بقى في فاستنج ستيت لما هيقل الانسولين ليفل فهيعمل انهيبيشن فيحصل انهيبيشن للاسيتايل كو اي كاربوكسيليز انزيم، فهيقل الاي مالونايل كو اي فهيشيل الانهيبيشن اللي كان عامله على الكارنيتين اسايل ترانسفيريز 1، فيبقى هو دلوقتي ستيميوليشن فهيعمل فاتي اسيد اوكسيديشن. دي كانت اهم بوينت في الريجوليشن بتاع الفاتي اسيد اوكسيديشن والفاتي اسيد سينثيسيس. السلام عليكم.